بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية من عجائب الأقدر أن نقرأ في نفس الوقت هذين الخبرين. الخبر الأول طبعا كما نلاحظ على جريدة لو سوار لي زيماج دي ريفيرون دو ليفوندرومون دو ليمابل اون فلوريد. لي زيماج دي ريفيرون دو ليفوندرومون دو ليمابل اون فلوريد. إذا نتكلم عن صور مخيفة دو ليفوندرومون الانهيار دو ليمابل انهيار عمارة اون فلوريد بولاية فلوريدا طبعا بأمريكا. إذا كما نلاحظون عندنا إن كاميرا دو سيكوريتي كابتير لو مومون و إل سيت إكخولي روندون أن سي كونت دو لا بروتاليتي دو سيت انستون. إذا إن كاميرا دو سيكوريتي، إذا نتكلم عن كاميرا الأمن، إذا نتكلم عن كاميرا الأمان كما نقول إن كاميرا دو سيكوريتي، إذا نتكلم عن كاميرا الأمان كما نقول ا كابتوري لو مومون، إذا هي التقطت اللحظة و إل سيت إكخولي التقطت اللحظة حيث انهارت العمارة روندون أن سي كونت كما نقول آخذ بعين الاعتبار. طبعا نتكلم هنا عن روندر كونت كما نقول أنك تأخذ بعين الاعتبار روندون أن سي كونت. إذا آخذة هكذا بعين الاعتبار دو لا بروتاليتي دو سيت انستون آخذة هكذا بعين الاعتبار كما نتكلم عن قساوة هذه اللحظة. 70 les recherches se poursuivent et dans 70 les recherches se poursuivent et dans نتكلم عن هذا السبت كما نقول الابحاث les recherches الابحاث et dans 70 les recherches se poursuivent البحث يستأنف pour tenter de secourir من اجل محاولات انقاذ les personnes en civili pour tenter de secourir les personnes en civili. إذن من أجل محاولة إنقاذ الأشخاص الدافنين أون سيفيلي المقصود بها دافين طبعا هنا عندنا الكلمة في الجمع. إذا نتكلم عن الدافنين كما نقول أو المدفونين أون سيفيلي. إذا هذا السبت البحث يستأنف pour tenter de secourir من أجل محاولة إنقاذ les personnes أون سيفيلي الأشخاص المدفونين sous les décombres de leur immeuble تحت أنقاض عمارتهم سو لي ديكومبر دو لوغ إيموبل. إذا تحت أنقاض عمارتهم سو لي ديكومبر دو لوغ إيموبل. إذا تحت أنقاض عمارتهم ريزيدونسيال إذا نتكلم عن عمارتهم للإقامة كما نقول الإقامية عمارتهم السكنية أسيغ سايد. إذا في هذه المنطقة دون لا بون ليونور دو ميامي في الضواحي الشمالية لي ميامي دون لا بونيو نور دو ميامي. إذن بالضواحي الشمالية بمدينة ميامي او موا 4 بيرسون سون اوفيسيالمون ديسيدي. إذن على الأقل 4 أشخاص بصفة رسمية أنهم توفوا اي 159 ديسباري و 159 مختفون. إذن نتكلم عن 159 ديسباري 159 مختفون. نتكلم هنا بمعنى آخر عن لو فيرب ديسباريتر. لو فيرب ديسباريتر فعل اختفى. ليسون كراندر ليسون كراندر لو فيرب ليسون المقصود به ترك. ليسون كما نقول تاركة أو أن هذا الأمر يترك. كراندر يترك الخوف. تاركا الخوف أن بيلون كاتاستروفيك. Laissons craindre un bilan catastrophique تاركة الخوف من حصيلة كارثية. نتكلم أحيانا عن la catastrophe يعني الكارثة. Mais alors que les secouristes ولكن في حين أن المنقذين se démènent à la tâche les médias américains ont retrouvé la vidéo de l'incident prise par une caméra de sécurité située à proximité. Mais alors que les secouristes se démènent à la tâche. Alors que les secouristes في حين أن المنقذون se démènent. نتكلم على الverbe se démener المقصود به فعل تارى أو تأثر أو كما عندنا هنا أن تعني تعب. ولكن في حين أن المنقذون يتعبون à la tâche في الخدمة. لي ميديا أمريكان إذا نتكلم عن وسائل الإعلام الأمريكية
on retrouvait la vidéo de l'incident. يعني أن مواجهته الفيديو الخاص بالحدث prise par une caméra de sécurité. إذا مأخوذ من طرف كاميرا الأمان situé à proximité موجودة أو متموقعة على الجانب. طبعا من عجائب الصدف أن نقرأ هذا الخبر طبعا من على هذه الجريدة وفي نفس الوقت نقرأ خبر آخر متعلق ببناء عمارة في الصين في زمن قياسي. كما نلاحظون على موقع جريدة سبوتنيك نيوز أن ميبل دو ديزيتاج كونستخوي أون شين أون 28 أور. إذا نتكلم عن عمارة من 10 طوابق كونستخوي، طبعا نتكلم عن لوفيرب كونستخويغ في البناء، لكن هنا نتحدث عن أن ميبل كونستخوي. إذا عمارة هي التي بنيت أون شين بالصين أون 28 أور في 28 ساعة. Il a suffi d'à peine plus d'une journée au géant chinois Broad Group pour construire un immeuble de 10 étages. Il a suffi, comme on l'appelle, أنه يكفي, أنه كفى. Il a suffi, طبعا نتكلم على الverbe suffire, فعل كفى. Il a suffi, comme on l'appelle, أنه كفى, d'à peine plus d'une journée. D'à peine plus d'une journée. يكاد فوق اليوم. كأن تفوق اليوم بقليل. أو جيان شينوا، إذا نتكلم عن شركة كبيرة صينية تسمى برود جروب كما نلاحظ. إذا يكفي هذا الوقت من أجل ماذا؟ pour construire، من أجل بناء أن ميبل دو ديزيتاج، إذا من أجل بناء عمارة من 10 طوابق. إذا إلى سوفي دا بان بليز دين جورني أو جيان شينوا برود جروب pour construire أن ميبل دو ديزيتاج. إذا لو شونتي سي ديغولي، إذن الورشة سيديغولي كما نقول أنها استمرت sur la période de construction la plus courte au monde. Le chantier سيديغولي sur la période de construction la plus courte au monde. إذن نتكلم عن الورشة أنها استمرت أو استؤنفت sur la période de construction la plus courte au monde. على مدة البناء la plus courte الأكثر قصارا au monde في العالم. نتكلم عن مدة قصيرة قياسية في العالم كانت كافية لبناء العمارة من 10 طوابق pour un tel edifice. إذا من أجل بناء كهذا pour un tel edifice que cette technique pour un tel edifice من أجل بناء كهذا que cette technique بأن هذه التقنية rend résistant. إذا تجعله مقاوما au séisme تجعله مقاوما للزلازل أو تيفون ثم للإعصارات. إذا نتكلم عن بناء سريع في مدة قياسية ثم أن هذا البناء ليس كأي بناء بل هو بناء مقاوم للزلازل وللتيفونات. إذا طبعا هذه التقنية المستعملة في هذا البناء طبعا أن تجعل هذا البناء بصفة عامة مقاوم للزلازل وللتيفونات أو للإعصارات. Une entreprise chinoise a construit un immeuble de 10 étages en 28 heures et 45 minutes à Changsha. إذا طبعا نتكلم عن شركة صينية a construit أنها بنت un immeuble de 10 étages en 28 heures et 45 minutes à Changsha. إذا نتكلم عن شركة صينية أنها بنت بناية دو ديز ايطاج من 10 طوابق اون 28 اور في 28 ساعة اي 45 مينوت يعني قريبة 29 ساعة اشانكشا بهذه المنطقة لا كابيتال دو لا بروفانس دي هونان لا كابيتال دو لا بروفانس دي هونان. إذا نتكلم عن عاصمة إقليم هونان دون لو سود دو بيي في جنوب البلاد. إن فيديو مونترون لي زيتاب دي ترافو ا إيتي ميز أون لين par Broad Group, l'entreprise qui a géré la construction de cet immeuble, baptisé Levin Wilding, dans le sud du pays. Une vidéo montrant les étapes des travaux. Et donc, nous parlons d'une vidéo montrant, يعني comme on dit, mouchiran ila, ou mudhiran li, les étapes des travaux, mudhiran les étapes, comme on dit, marahil,
دي طرافو مراحل اعمال ايتي ميز اون لين، كما نقول انه وضع على الخط. ميز اون لين وضع على الخط. طبعا كلمه فيديو هي كلمه مؤنثه، اذا نقول ميز اون لين، كما نقول انه وضعت على الخط. في المذكر نقول مي اون لين، وضع على الخط، يعني انه تم وضعه على الانترنت. باغ بوت جروب، اذا من طرف هذه الشركه العملاقه. لونتربريز كيجيري، اذا من تكون بوت جروب؟ طبعا لونتربريز هي الشركه كيجيري التي سيرت لا كونستركسيون دو سيت ايموبل، اذا التي سيرت بناء هاد العماره. بابتيزي، لو فيغ بابتيزي المقصود به عماده. بحال عندنا حنا المسلمين ملي تيتزاد شي طفل تنديرو له السبوع، تنعملو له السبوع او العقيقه، حيث يكون هناك احتفال ديني، ثم ندبح على الطفل مثلا ثم نسميه. فالمسيحيه هناك طقوس من خلالها يتم تعميد الطفل بالماء ثم اطلاق الاسم عليه. طبعا هنا المعنى مجازي، بابتيزي، كما نقول انها سميت ليفين بيلدين. طبعا ليفين تاتي من فعل تو ليف، يعني فعل عاش، بيلدين، اذا نتكلم عن بنايه، كما نتكلم عن بنايه للعيش، ليفين بيلدين، اذا نتكلم عن بنايه للعيش، اذا هي سميت بهذا الاسم. طبعا هاد البنايه، طبعا من خلال بقيه المقال هنا، انها ارخص من حيث الثمن واكثر صلابه، ثم انها سريعه التنفيذ. اذا يجب القول ان تم هذا بان هذه تعتبر ثوره في البناء، واكيد انها ستحل الكثير من المشاكل. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.